يعني يا كابتن الحمد لله. يعني اسمح لي اقول لك يا كابتن بقى، لان خلاص بقى انت كده يعني زميل ملاعب وكره قدم وبتاع، فخلينا نقول انه بيبان اللعيب بشخصيته وهو صغير، بيبان انه عايز حابب ولا لا، بيبدع عنده شغف وما شاء الله ريم عندها الشغف ده، انت كأب حاسس بيه؟ بحس بيها في الماتشات الصعبه، ببقى متوتر جدا بره، ما كنتش بحس بالتوتر ده زمان. ليه؟ خايف عليها؟ مش مسألة خوف، نفسي تفوز، نفسي هي ضعيفة سنة، عندها السكواش عالي قوي بس ضعف سنة، هتقوى إن شاء الله. فدي بتقلقني حتى، يعني يعني ربنا يكرمه، يعني كابتن شيرين بتاع المدير الفني بتاع النادي الأهلي، المدير الفني طبعا النادي الأهلي الراجل المحترم الشغال، قال لي بص يعني في الماتش النهائي بقى بتاع البطولة، قال لي ارجع ورا كده واهدى عشان التوتر ده ما يتنقلش للريم. فهو اداها يعني الكاتشانه بتاعته ما شاء الله الله اكبر. كابتن شيرين مش كاتشن بنفسه، كاتشن بنفسه تمام. وكان معاه كابتن محمد محمود محمد عبد محمد عبد القادر محمود عبد القادر ولا لا احمد عبد الفتاح محمد عبد الخالق محمد عبد الخالق محمد عبد الخالق فكاتشن عليها اداها شويه حاجات كده ما شاء الله، وابتدى يكلمها وهي يعني تستجيب. تستجيب وماشيه كويس. وبعدين كابتن شيرين اداها يعني قال لها العبي حاجه فنيه معينه، فهي انا في حته كذا واعملي كذا، ما شاء الله خلصت الجيمين الاخاره يعني الاخرين كانوا كويس قوي. طب انت لعبتي مين في الفاينل يا ريم؟ جودي محمد يسر. تلعب منين؟ من اسكندريه؟ وادي دجله. وادي دجله ما شاء الله، وادي دجله قوي جدا. ويمكن حضرتك يعني الناس برضو او الساده المشاهدين مش انتوا مش متخيلين حجم التوتر في الاسكواش اللي بيقابلوا اولياء الامور بره، بجد انا بشفق على اولياء الامور في الاسكواش. بالظبط. طيب بعد المباراة سمعت ان كان في عياط واحضان وشيل احكي لي. انا كنت طبعا متوتر جدا، وخصوصا على ما شاء الله جوكا برضو بتلعب كويس ما شاء الله. اسم ايه؟ اسم دلع؟ اسمها الشهرة بتاعتها جوكا. جوكا لعبت الجيم الاولاني ضغط على ريم جامد، وبعدين ريم ما شاء الله ابتدت يقول لها حته الكاتشانه بتاعت كابتن شيرين دي فرقت معاها، نفذتها وما شاء الله شخصيتها ابتدت تبان وتثق في نفسها. خدت الجيم الاول ولا خسرته؟ خسرت الجيم الاول. خسرت الجيم الاول، وبعدين ما شاء الله ابتدت يعني التكات بقى الكويسه قوي بقى بتاعت كابتن شيرين. على فكره انا مع ريم من زمان كنت بالعين. برافو. يعني انت كنت كوتش بتاعها زمان على طول. بالعين كده، هي بس تبص يعني اشاور لها على شويه حاجات تعملها، بس بعد التوتر دوت وما شاء الله الجيمات بقت اتقل وعايزه ناس بروفيشنال. فبتفصل انت طبعا ما بتقدرش طبعًا تتكلم يعني، محتاج حد يكون اعصابه هاديه ومدير فني يبقى واقف. بالظبط. ففرق مع كابتن شيرين وكابتن طب كسبنا الجيم الثاني؟ كسبنا بفضل الله الجيم الثاني. طب والثالث؟ والثالث عملت ايه؟ خسرتي وبقى 2-2 وماتش بقى يعني خسرنا الاول كسبنا الثاني خسرنا الثالث كسبنا الرابع وخسرنا الرابع بقى 2-2 اوبا رحنا للخامس. والجيم الخامس بقى ده الفيصل، شخصيتها ابتدت ما شاء الله الله اكبر يعني تفرق وطلعت. انت فاهمه الكلام اللي بابا بيقوله؟ فاهمه شخصيتها وثبات الانفعالي، فاهمه الكلام ده؟ ما شاء الله. اتفضل يا كابتن. الحمد لله كسبنا. انا كنت يعني متوتر جدا فكنت بعيد. فهي كنت بتتفرج على الماتش؟ لا بتفرج عليه بس من غير ما ريم تشوفني. يعني واقف وسط الزحمه ضارب عين كده من بين الناس. حضرتك انا بتحرك مع الكوره. طب قولي لي انت وانت في الملعب لما تبصي في هو طبعا ملعب زجاجي، الناس الاسكواش بيكون ملعب زجاجي بيبقى الباب بتاعه زجاجي، وانت بتبصي كده بتدوري على بابا بتشوفيه فين ولا ما بتبقيش حاسه مش شايفه؟ لا هو انا ما بركزش يعني ساعات ببص له بس صح. لما بيبقى لما يكون واضح. انما انت في الملعب لما يكون بقى الماتش جامد او حاجه بفضل بص على المدرب بس. برافو عليكي. يعني انا مش عايزك لو بابا متوتر او حاجه ما تخليش، هو بابا عايزك تكسبي بس ما تحطيش ده في دماغك. انت لما تكسبي هو يبقى مرتاح، بس حلو ان ايه ان انت تقول لي بيبقى. بعد كده بقى انا بعدت وهي طبعا قالت مبروك والناس بيباركوا والمدربين بيباركوا ومش عارف ايه، وراحت باركت طبعا قالت الهارد لك لجوكا. برافو. الروح الرياضيه دي مهمه جدا. طلعت من الملعب سلمت وخلصت ابتدت تدور عليا.
يا حبيبتي دور على باباها. دور وعماله تعيط طبعا هي تعيط وانا اعيط طيب بقى اشيلها واحضنها طبعا. طبعا انت اولياء الامور كمان ربنا انت عيطت دلوقتي افتكرت بتاعها يعني بصراحه يعني حاجه جميله يعني يعني الاب والام فعلا برضه بطوله جامده. طب مين تاني بكى انت وهي؟ مامتها طبعا كانت معانا. ده ممكن قعدت تعيط بعديها ساعتين مثلا طبعا في العربيه واحنا مروحين وطبعا الكلام ده طبعا. بس لحظه حلوه لحظه جميله جدا. ربنا يعني رب ابطال مصر كلهم يبقوا يحسوا بالاحساس اللي احنا حسينا بيه وريم حست بيه بقى. انا بس عايز اقول لكم يعني للساده المشاهدين يعني البطل بيتبني في البيت صدقوني يعني. الكوتشات والمدربين والانديه بيبقى لهم دور كبير، ولكن زي ما قال سياده الرئيس ان الحقيقه مهم جدا البيت. البيت هو اللي بيطلع البطل. يعني استاذ محمود والد ريم بيتكلم وبيبكي ان هو يعني بيفتكر لحظات لبنته، فما فيش اكتر من كده دافع معنوي للاعب.